جودة. الحوار صراحة سيادة المحافظ يعني يبغى له يمكن ساعات، لكن قد ما نستطيع نحاول يعني نركز على ما يهم المشاهد والوضع الاقتصادي ككل. الايزو، انتم تصدرون شهادات وعلامة الايزو للمنتجات او حتى مصانع الى اخره، ودنا تشرح لنا هذه وش معنى كلمة ايزو وش مفهومها؟ طيب يمكن هذه نقطة والله سؤال جدا مهم والله يا اخوي احمد يا اخوي راشد بالنسبة لي المشاهد. الايزو ترى هي تعني المنظمة الدولية للتقييس، International Standard Organization يعني باختصار كذا شديد، المقرها في جنيف. هذه المنظمة الدولية عد أعضاء أكثر من 140 دولة، أعضاء عاملين، بعض في مجموعة من الأعضاء اللي هم مراقبين إلى آخره. المملكة العربية السعودية من عام 1978 عضو في هذه المنظمة. فالآيزو هي منظمة دولية للتقييس، تصدر جميع المواصفات القياسية لجميع القطاعات عدا الكهربائية والإلكترونية لأنه في هيئة أخرى. الشرط الآيزو وجود مواصفة قياسية يسموها الآيزو 9000. تبى تقول أنت آيزو يعني لدى الناس يعني آيزو 9000. هي كم رقم هي؟ عند الآن 9000 و9001 و9002. أي صحيح، طبعا هي تم تحديث عدد المرات بس هي أشهر واحدة 9001. هذه تمنح هذه الشهادة، هي شهادة إدارة نظام الجودة، بمعنى إنه عندك جهة سواء مدرسة أو جهة حكومية أو مصنع أو مستوصف أو حتى يمكن حلاق كمثال يعني بدون مبالغة يعني يمكن الحصول على شهادة الآيزو 9001، بمعنى إنه أهم شيء إنه عنده نظام داخلي يحقق متطلبات معينة ليس له علاقة بالجودة. قد يكون جهة رسمية عند الآيزو 9000 ومنتجاتها أو خدماتها سيئة، لكن عندها نظام إدارة جودة، بمعنى إنه نظام فقط لعلاقة بعملية توثيق المعلومات، تطبيق هذه الإجراءات، إجراءات وأنظمة بحيث إنه تحقق إنه خلال السنة خدماتها ما تتأثر. بس عشان يفهم المشاهد إنه لا تعني الآيزو علامة الجودة أبدا، دائما مربوطة كذا هي أبدا، علامة جودة ما لها علاقة بموضوع الآيزو أبدا، فقط إنه مجرد إنه تساعد يعني فرضا مثلا لو مصنع عندنا يعني في مصانع استاذ نبيل وبعض المنتجات والى اخره يحط لك تحت حاصل على شهاده ايزو. يعني انه هو يربطها بالجوده ابدا، تعني انه عنده نظام اداري جيد، نظام اداري جيد لكن كمنتج ليس له علاقه بهذا. احنا الان في المصانع الوطنيه عندنا هل تجد انه فيها اسراف استخدام كلمه الايزو؟ فعليا فيها، لكن بصفه عامه اعتقد هي بدايه جيده لاي جهه سواء حكومية أو غير حكومية أو مصنعي إنه حصول على الآيزو ترى تساعده عملية إنه أهم شيء كما ذكرت توثيق معلوماته والتأكيد على إنه يمشي في خط جيد يستمر ما يكون متذبذب. طيب المشاهد الآن ومستهلك النهائي غالبا الكنسومر نفسه الآن كيف يعرف إنه يستطيع يكون عنده الوعي الكافي إنه يكون هذه السلعة خاضعة للمواصفات والمقاييس والجودة؟ يعني هو دائما يهم ممكن أنا ما يهمني مواصفات ولا أبغى جودة، دائما هذا يمكن هي الكلمة الأخيرة لكن هي الكلمة الأولى في صحيح. طلب المستهلك النهائي صحيح. كيف نزيد وعي الناس في عملية الاستفادة من أن يكون عنده مفهوم وعنده ثقافة أنه هذه السلع دائما تخضع للجودة صحيح. ثم المواصفات والمقاييس صحيح. أنا أتصور أنه بكل صراحة أشعر أنه الهيئة قد يكون مخسر بعض الشيء في هذا الموضوع والله، مع أنه يعني الهيئة بتشارك في كثير من المناسبات، المصانع الوطنية دي في كل مكان داخل في المملكة بنشارك فيها، الندوات، اللقاءات التلفزيونية الصحفية الأخيرة، بنأكد لجميع المستهلكين يا أخواني كل إنسان في المملكة هو مستهلك. عشان أسهل عملية للحصول على منتج جيد إنه يبحث عن منتج عنده علامة الجودة السعودية، تغنيه عن أي اختبارات أو أي تحليلات وآخره، لأن الهيئة السعودية لمواصفات المقاييس والجودة هي الجهة المسؤولة عن من هذه العلامة للمنتج، وفي هذه الحالة تضمن لك إنه هذا المنتج جيد وصالح للسلاك الآدمي، السلاك الآدمي، وكذلك إنه بتحمي من أيضا لتأكد لسلامته وصحته يعني. طيب الحين في كثير من السلع والمنتجات خلينا نقول مثلا الشماغ مثلا في البناء مثلا في مواد البويات مثلا في اسمنت في وإلى آخره طيب. كثير من المستهلكين يجد أنها كلها متشابهة 20 نوع لكنها هي نفس النوع نفس الغرض تؤدي إلى آخره، لكن هذا بعشرة وهذا 15 وهذا 20 وإلى آخره، من يخدم هذا المستهلك؟ ظاهريا ما يمكن يفرق،
ظهري ما اقدر افرق. طيب انتم دورك ما تساعدونا؟ نساعد احنا اذا بعد هذا الشيء، الموقع من خلال النشرات من خلال ما ابدا، كما ذكرت انه هذه المنتجات اذا منتج عنده علامه جوده بمعنى يكون هو الابرز امام هذه المجموعه واسهل للمستهلك الحصول على هذا المنتج مطابق المواصفات الرئيس. الاشياء الثانيه كما ذكرت مفترض انه المفروض ما تدخل منتجات الا تكون مطابق المواصفات، لكن تحتاج الامر كما ذكرت الى التعاون اكثر بين الجهات ذات العلاقه كما ذكرتها، بحيث انه فعليا يتم تحديد، وهذه نقطه اساسيه اخوي راشد. اهم شيء اعتقد لو تم تحديد مهام ودور كل جهه من الجهات الحكوميه المسؤوله عن الرقابه والتنفيذ تطبيق المواصفات الرئيسيه السعوديه، اعتقد حيسهل العمليه انه الحد بنسبه كبيره جدا من المنتجات الوارده غير مطابقه لمواصفات المقاييس او المصنعه محليا لا سمح الله. واتصور كما ذكرت انه اللجنه دي برئاسه وزاره التجاره والصناعه قطعت صوت طويل في هذا الموضوع، واعتقد ان شاء الله عما قريب باذن الله حيتم تحديد مهام ودور كل جهه، وسيتم ان شاء الله التقليل من هذه المنتجات غير مطابقه لمواصفات. طيب استاذ نبيل، الان انا يمكن في نقطه تهمني كثير، موضوع السلع اللي تختص بالاطفال تويز والى اخره من الالعاب والى اخره، يعني هذه متجدده يمكن اسبوعيا وحتى يوميا، السوق ما شاء الله يعني خلينا نقول محلات ابو ريالين هذه مثلا اللي اصبحت في كل زاويه في كل شارع. الان مساله السلع والالعاب الاطفال هذه طبعا في بعضها حتى في الصين، في اوروبا اعترضوا على بعض المنتجات الصينيه او من الشرق او الى اخره. ملاحظ عندنا انه ما في عمليه كنترول على هذه المسألة، لا بوضع مواصفات ومقاييس، ولا طبعا الأشياء الأخرى قد لا تكون تهم الهيئة، لكن احنا نقول ما يهم الهيئة الآن انه في بعضها ضرر صحي، ضرر بيئي، قد بعضها تؤدي للوفاة، بعضها تؤدي لأمراض مثلا مستعصية. صحيح. دور الهيئة وين في خاصة في هال في هال في هال في هالجزئية الأطفال؟ أؤكد لك أخوي راشد، تم وضع أكثر من 10 مواصفات أو 15 مواصفة خاصة بلعب الأطفال. طول اختبارها. لكن هي الاف الالعاب. لا لا لا، لا في المواصفات انا لا تعني ان اضع مواصفات لكل لعبه. اضع المتطلبات الاساسيه لصحه وسلامه الطفل. هذه لعبه. من الاشياء الاساسيه مثلا انه ما تكون مثلا فيها حواف جارحه، بعد يمسك الطفل ويمسك هذا يلاقي حد دغري يجرحه. او في اشياء يمكن بسهوله اخذها بالاسنان ثم بلعها. أو تذوب في الجسم، أو تذوب في الجسم، أو نوع من مثلا الألياف اللي تستعمل مع بعض المواد الملونة تكون تكون مضرة للطفل، فأقصد فيه شروط عامة لأي لعبة أطفال، مثلا الأشياء الكهربائية، لعبة أطفال الكهربائية. لكن في تقصير صراحة يعني. أنا أقول لك على الوضع الحالي. لا بالنسبة للمواصفات، وأنا أقول لك صريح جدا قلت من البداية، المواصفات مغطية جزء كبير في هذا الموضوع. نجي للتطبيق. الآن كما ذكرت اللجنة دي حتحدد مهام ودور كل جهة.